البكتيريا عندنا الأجسام المضادة بتبقى موجودة في الدم والليمف في الحيوانات الفقارية والإنسان. تقوم الأجسام المضادة وجزيئات المتممات بالالتصاق بالأجسام الغريبة كالبكتيريا لتجعلها في متناول خلايا الدم البيضاء لكي تلتهمها وتقضي عليها. بعد كده عندنا السملاغ موجود في الأذن لقتل الميكروبات التي تدخل الأذن مما يعمل على حماية الجسم. بعدين عندنا بروتين التوافق النسيجي اللي هو ال MHC، بروتين التوافق النسيجي اللي هو ال MHC بيكون داخل الخلايا الليمفاوية البائية والخلايا البلعمية الكبيرة ويرتبط بالأنتيجين الموجود على سطح الميكروب، فتتعرف من خلاله الخلايا التائية المساعدة ال TH على الأنتيجين مما يسهل عملية القضاء على الميكروب. بعد كده عندنا المس